استقر كمان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيه ميكالي على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر على أن يتخلله مباراتين وديتين في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس. واشترط ميكالي شرطين مهمين جدا، أن تكون المواجهات الودية أمام منتخبات أوروبية من منتخبات أمريكا اللاتينية أو منتخبات أوروبا يعني لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة، وأن اللعبة تكتسب لعبة المنتخب الأولمبي تكتسب مديد من الخبرات بالاحتكاك بمدارس كروية متنوعة. وخاض ميكالي بعد الفوز على أوزبكستان، طبعا خاض ماتشين مهمين جدا، فاز على أوزبكستان 22 فاز مع 22 مباراة مع المنتخب الأولمبي وحقق الفوز، هما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر مرة واحدة، وسجل الفراعنة 30 هدف تحت قيادة ميكالي وتلقى شباكهم 10 أهداف. وطبعا تغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى خلال فترة التوقف الماضي على الأردن بثلاث أهداف مقابل هدف، وحقيقة ده كان ماتش حلو جدا وكان ماتش قوي، وحقق برضه منتخب فاز على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. منتخب الأولمبي ماشي برضه بخطوات كويسة، نتمنى إن التمثيل في باريس 24 يكون أكتر من كل المرات اللي فاتت، نبعد شوية يعني على الأقل ما يبقاش خروجنا من أدوار المجموعات، يعني بقى لنا فترة مشاركتنا مش مشرفة قوي في الأولمبياد.